من ضمن حرصه أيضا على تربية طلبة المعهد وتأديبهم وتنشئتهم على الأخلاق الإسلامية الفاضلة، ذكر له أن أحد الطلبة، وقد كان طالبا في حقيقة الأمر أنه بالفعل ما كان يصلح لأن ينخرط في معهد القضاء، أنه يدخن، فما تردد في فصله بدون أي مراجعة، وقال له اذهب حيث شئت. فهذا المعهد لم ينشأ للذين يشربون السجائر. أيضا موقف كمثل هذا الموقف، ولكنه كان فيه أشد لأنه تكرر. قيل له عن أحد الطلبة أنه بالفعل سلوكه غير حسن، وتخرج منه أفعال أو ترى منه أفعال لا تتناسب مع وضع المعهد، فغضب غضبا شديدا وجمعنا في المسجد الجامع في جامع السلطان قابوس بروي. وبعد أن اكتمل الكل من أساتذة وطلاب قال أغلقوا الأبواب. خيرا، أغلقت الأبواب. فلما أغلقت الأبواب كأني أراه رحمه الله جالسا بخنجره وعصاه، وقال من أراد أن يتعلم في هذا المعهد أو يعلم من أساتذة وطلاب فليأتي هنا أمامي الآن يعاهدني عهد الله وميثاقه أنه يتأدب بالآداب الإسلامية ويتخلق بالأخلاق الفاضلة، فإن هذا المعهد لم ينشأ لسفاسف الأمور، وإنما أنشئ ليحمل رسالة ناصعة بيضاء كما جاءت عن محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الموقف حرجا لكثير من الطلبة وبعض الأساتذة، ولكن لم يكن هناك بد من أن يمثل أمامه أي أحد. حتى الذين رفضوا قال من يرفض فليخرج من ذلك الباب ولا يرجع. فبعض الطلبة أخذوا منه مهلة لمدة 3 أيام، قال لا مهلة أبدا. لكن بعد ذلك تدخل بعض الأساتذة يعطون مهلة، ففي 3 أيام إما أن يأتوا ويتقدموا يعاهدوا كما عاهد غيرهم من الطلاب، وإلا فليذهب كل واحد حيث جاء. وبالفعل كان هذا الموقف موقف حازم، ما تجرأ أحد الطلبة بعد ذلك أن يفعل شيئا من الأمور التي تنكر عليه في مدة كان هو فيها في المعهد رضوان الله تعالى عليه.